السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا بقى أوبليك ساينس أوف ذا بيريكارديوم. الأوبليك ساينس أوف ذا بيريكارديوم ده زي الترانسفيرس ساينس، عبارة عن ساينس جوه الكافيتي بتاع السيروس بيريكارديوم. عشان نفهم الرسمة دي بقى يا جماعة، الرسمة دي جميلة قوي. مبدئيا الرسمه دي بتبين لك الساينس اللي احنا خدناه اللي فات. لو انت جيت حطيت ايديك هنا هون من الناحيه الشمال بقى، ده المفروض انا فاتح البريكارديوم وانا جوه البريكارديال كافيتي دلوقتي. واللي انا شايفه الابيض ده مين؟ الابيض اللي انت شايفه ده الفايبرس بريكارديوم، متبطن من جوه بالبارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. وانا هو بقى في البريكارديال كافيتي دلوقتي، والبريكارديوم اهو مفتوح. لو انت حطيت صباعك هنا اهو، انا اهو انت الفيو ده، انت بتبص من ناحيه الشمال من ناحيه الايبكس اوف ذا هارت. انا ده كده اهو لاترال فيو من الناحيه الشمال. ولو انا دخلت اهو بصباعي اهو من الناحيه الشمال ما بين البالمونري ترانك والليفت اوريكل، ده الترانزفيرس ساينس. تحط صباعك هنا بالعرض تروح طالع على الناحيه الثانيه ما بين السوبير فينا كيفا ورا والاسندنج اورتا من قدام. تعال بقى على الاوبليك ساينس عشان تفهمه. الاوبليك ساينس ده عشان توصل له في الجثه. توصل له في الجثه ازاي؟ امسك الايبكس اوف ذا هارت وارفعه وامشي على السيرفس ده. اسمه ايه السيرفس ده يا جماعه؟ السيرفس ده من الهارت اللي نام على الدايفرام، اللي اسمه دايفراجماتيك سيرفس. ايه اللي بيلمع ده على الهارت يا جماعه؟ اللي بيلمع ده على الهارت ده الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. فالفيسرال لاير اهي. امال فين البرايتال لاير؟ البرايتال لاير دي اللي مبطنه اهي من جوه الفايبرس بريكارديوم. امشي لي بقى كده هو مع الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم اللي مغطيه الدافراجماتيك سيرفس. بعد ما الدافراجماتيك سيرفس خلص عند هنا بقى الايه؟ كورونري سالكس. كمل وامشي مع الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، هتلاقي نفسك ماشي على مين؟ على البوستيرور سيرفس اوف ذا هارت اللي هو البيز اوف ذا هارت. ومين للتشامبر؟ مين لي اللي انا ماشي عليها بقى كده هو كبريكارديوم؟ البريكارديوم ده يا جماعه الفيسرال لاير اللي مغطيه الليفت اتريوم. لان انتوا عارفين طبعا البيز اوف ذا هارت مين اللي معمول بمين؟ بالليفت اتريوم. وهنا واحنا بنقول لك احنا داخلين من الناحيه الشمال، ده اكيد ده الليفت اتريوم. تبص تلاقي الفيسرال لاير اللي مغطيه الليفت اتريوم بيحصل لها ريفليكشن. يحصل لها ريفليكشن على مين؟ يحصل لها ريفليكشن على الفايبرس بريكارديوم، وتبقى تحولت الى مين؟ الى البرايتال لاير اوف ذا بريكارديوم. فادي يا جماعه السيروس لاير الفيسرال ماشي على الانفيرور سيرفيس، بعد كده مشيت على الليفت اتريوم اللي هو البوستيرور سيرفيس، راحت عامله ريفليكشن بلايند باوتش اهو مسدود على الفايبرس بريكارديوم وبقت برايتال لاير. الباوتش ده بقى يا جماعه هو ده بقى اللي اسمه اوبليك ساينس اوف ذا بيريكارديوم. الاوبليك ساينس اوف ذا بيريكارديوم دون ده اتفقنا ان هو ما بين مين ومين؟ ما بين البوستيرور وول اوف ذا هارت اللي هو البيز اوف ذا هارت، وبالذات دي الحته دي منه اللي هي مينلي دي الليفت اتريوم، هي اللي عامله مينلي البيز اوف ذا هارت. ده من قدام. هو وراك في مين؟ البوستيريور سيرفيس اوف ذا بيريكارديوم. فانا اهو انا اهو معدي على البيريكارديوم من جوه اللي بيمثل البوستيريور بارت اوف ذا بيريكارديوم اهو، وانا ريفلكتد عليه. ايه الباوندريز بقى بتاعتك؟
اتفقنا قدام في مين؟ الباك اوف ذا ليفت اتريوم. طب بوستيرولي في مين؟ الفايبرس بريكارديوم اللي على البوستيرور اسبيكت اوف ذا هارت. والفايبرس بريكارديوم من هون بقى هيفصل ما بين مين ومين؟ هيفصل ما بين الاوبليك ساينس ده والاستراكشرز اللي ورا البريكارديوم. مين يا جماعه ورا البريكارديوم؟ البوستيرو ميديا ستاينا، مينلي الانبوبتين اللي هنا دول اللي باينين، اللي هي الاسوفيجس والديسندنج اورطه. الساينس ده على فكره ما بين الاثنين دول قدام وورا. خد بالك الساينس ده ربنا عامله ليه؟ عشان يسمح بالديستنشن والفري موفمنت اوف الليفت اتريوم اللي قدام، ويسمح بالديستنشن والبلسيشن بتاعت الاورطة اللي ورا، وديستنشن اوف ذا اوسوفيجس ساعه ما بتيجي تبلع. دي وظيفه الاوبليك ساينس، بيسمح بالديستنشن للاخ اللي قدام والجماعه اللي ورا. طب سوبيرولي في ايه؟ سوبيرولي اتفقنا الاخ ده كلوزد بلايند نتيجه ريفليكشن اوف ذا سيروس بريكارديوم فروم ذا فيسرال لاير اللي على الباك اوف ذا ليفت اتريوم للبرايتال لاير اللي مبطنه البوستيريور بارت اوف ذا فايبرس بريكارديوم. طب اون بوث سايدز يمين وشمال في ايه؟ لا يمين وشمال دي انا ما اقدرش اجيبها لك، ما اقدرش اجيبها لك غير بقى لو احنا عملنا ديب ديسكشن ورحت قاطع الهارت باللارج فيسلز. مين بقى اللي بيحد الساينس ده من على الناحيه اليمين؟ الاربعه دول. ايه الاربعه دول بقى؟ اللور بارت اوف سوبيرو فينا كيفا، والابر واللور رايت بالموناري فينز، و التيرمينيشن اوف انفيريور فينا كيفا. طب مين اللي بيحدك من على الناحيه الشمال؟ الابر واللور ليفت كده على الشمال، ليفت بالموناري فينز. المدخل بتاع الساينس ده وانت بتحط ايديك، وانت بتحط ايديك هنا وان تحت الهارت اهو كده، وانت بتحط ايديك اهو من الدايفراجماتيك سيرفيس تحت الهارت ودخلت على البوستيرور سيرفيس عشان تبقى ما بين الليفت اتريوم والبوستيرور ميديا ستاينم اللي وراك دول، ايه المدخل بتاع الساينس؟ مين ده يا جماعه اللي على الناحيه اليمين من تحت؟ ده الانفيرو فينا كيفا، وده المدخل اهو بتاع الساينس. مين اللي بيحدك هنا اهو من فوق؟ فوق وعلى الشمال بيحدك اللور ليفت بالموناري فين. يعني في الصوره الديب ديسكشن دي اهو ده المدخل اللي انا داخل منه، فبيحدك الفيسز ده فوق على الشمال وده تحت على اليمين. تحت على اليمين انفيرو فينا كيفا، فوق على الشمال في مين؟ فوق على الشمال في اللور ليفت بالموناري فين. واتفقنا طبعا احنا بنخش الساينس ده بان انا اخش على الدايفراجماتيك سيرفيس من تحت، تعدي ايديك ده هو تخش بصوابعك على الدايفراجماتيك سيرفيس من تحت وتكمل، تلاقي نفسك وصلت بقى لورا اللي هو البوستيرور سيرفيس بظهرت والليفت اتريوم قدامك، والبلايند اند ده المسدود فوق، والمدخل بتاعك او اللي انت دخلت فيه يمين تحت انفيرور فينا كيفا، شمال فوق اللور ليفت بالموناري فينا. يا ترى بقى يا جماعه بعد ما شفنا الساينس اوف ذا هارت والحاجات دي بقى كلها، عايزين نعرف ايه هو البلاد سبلاي بتاع البريكارديوم. البلاد سبلاي بتاع البريكارديوم يا جماعه دايما بيتقسم في كفتين، الفايبرس بريكارديوم اللي بره واللي مبطنه. اللي مبطنه اللي هو مين؟ بارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. دول دايما الاثنين دول ليهم نفس الارتيريال سبلاي ونفس النيرف سبلاي بتاعه، بينما الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم دي في الكفه الثانيه خالص،
لها نفس البلاد سبلاي ونفس النيرف سبلاي زي اللي لازقه فيه. هي الفيسرال لاير اللي اسمها ابيكارديوم دي لازقه في مين؟ في الهارت. فالارتيريال سبلاي بتاعها والنيرف سبلاي بتاعها زي الهارت. فاحنا هنعمل بقى في اتنين في الكفه اليمين واتنين في الكفه الشمال، فايبرس لاير واللي مبطنها برايتال لاير، وعلى الناحيه الثانيه في مين؟ على الناحيه الثانيه في ال سيرس الفيسرال لاير، وفي سيرس بريكارديوم زيها زي الهارت دول في الكفه الثانيه. يلا بقى كده واحنا بنبص من بره، ده الفايبرس بريكارديوم بقى واخوه اللي مبطنه من جوه. سبلايد بايه؟ مينلي بالارتر اللي ماشي جوه صدرك دون وخدته في الانتركوستال سبيسز. مين الارتر اللي ماشي على يمين وشمال الاسترنم اللي هو برانش من السب كليفيان ونازل هنا هون؟ ده الانترنال ثوراسيك ارتري. الانترنال ثوراسيك ارت دون بينزل لك تو برانشز بتغذي الفايبرس بريكارديوم واختها اللازقه فيها من جوه. اسمهم ايه دول بقى؟ الارترز اللي انت خدتها ماشيه على اللاترال سيرفيس اوف ذا فايبرس بريكارديوم. ارتري بيغذي البريكارديوم وبعدين ينزل يغذي الديافرام اللي هو الفرينك، وعشان كده اسمه بريكارديو فرينك ارتري. وكمان في برانش طالع من ال انترنال ثوراسيك اسمه ماسكولو فرينك. فالانترنال ثوراسيك مدي البريكارديو فرينك والماسكولو فرينك دول المين بلاد سبلاي. يساهم معاك الاخ اللي ماشي ورا دون البوستيرور سيرفيس اوف ذا بريكارديوم، طالع بريكارديال برانشز من الاخ العظيم بتاعنا دون اللي هو الديسندنج ثوراسيك اورتا. الفينوس درينج بتاعك مين؟ مين اقرب فين ماشي سوا سوا هنا هون مع الديسندنج اورتا في البوستيرور ميدياس لاينم؟ الازايجوس فين. فكل الارترز دي الفينوس درينج بتاعها رايح وراك للازايجوس. منظر جميل قوي دون، اوعى تنساه. وإن خدنا المنظر ده في الريليشن بتاعت الفايبرس بريكارديوم. شايفين المنظر البديع ده؟ دي بقى الفيسلز بتاعتك اهي اللي هي برانشز من الانترنال ثوراسيك وماشي على البريكارديوم، فسموها بريكارديو، ونازلة تغذي الديافرام اللي هو الفرينك فبقى اسمها بريكارديو فرينك. واحد يمين وواحد شمال من الانترنال ثوراسيك اليمين والشمال، زائد الماسكولو فرينك اللي هو برضو برانش من الانترنال ثوراسيك، وشوية البرانشات اللي جاية من ورا من جارنال ريليتد لينا ورا اللي هو الديسندنج ثوراسيك اورتا. الفيسرال بقى لاير اللي هي الابيكارديوم دي سبلاي بمين يا جماعه؟ دي لازقه على الهارت وليها نفس الارتيريال سبلاي اوف ذا هارت اللي هو الكوروناري ارتريز، وليها نفس الفينوس درينج بتاع الهارت اللي هو مين؟ الكوروناري ساينس. الفين طبعا المشهور قوي ده اللي في الكوروناري سالكس. طيب نيجي للنيرف سبلاي. النيرف سبلاي بتاعك مين؟ اقرب نيرف سبلاي ليا. مين اقرب نيرف سبلاي ليك؟ مين ماشي على الفايبرس بريكارديوم على اليمين والشمال واقرب فين ليك؟ اتفقنا يا جماعه الفايبرس بريكارديوم واخوه اللي مبطنه من جوه اللي هي البرايتال لاير اوف سيرس بريكارديوم. دول يا جماعه سبلايد باخواتنا الحلوين دول اللي هم الرايت والليفت فرينك. وخد بالك الرايت والليفت فريمنج دول النيرف روتس بتاعتهم طالعين لك من النك، من سي 3 و4 و5. خد بالك ان الفرينك نيرف ده سوماتيك نيرف بيشيل سوماتيك سنسيشن اللي هي البين، وعشان كده الفايبرس بريكارديوم تاخد بالك ان هو سنسيتيف فور بين. والبين بتاعه يسمع فين؟
لو انا جاي شايل بين بقى من البريكارديوم زي حالات كده التهاب في البريكارديوم اسمه بيريكارديتس، زي ما انتوا عارفين ايتس يعني التهاب، فبيريكارديتس في التهاب في البريكارديوم، والحكايه دي بينفول وطلع الامبلس في الفرينك نيرف، طلع السباينال كورد سيجمنت 3 4 5 اللي هم سي يعني 3 4 5. هتبص تلاقي كل السيجمنت بتاعت سي 3 4 5 هتوجعك. سي 3 4 5 يا جماعه دول على فكره بالذات سي 3 4 بيطلعوا لك اعصاب اسمهم سوبرا كلافيكولار نيرفز. السوبرا كلافيكولار نيرفز دول بيستقبلوا سنسيشن من السوبرا كلافيكولار اريا والمنطقه اللي جاست تحت الكلافيكل و الابر بارت اوف ذا شولدر. عشان كده وجع من البريكارديوم يا جماعه ممكن يسمع لك في المنطقه اللي هي السوبرا كلافيكولار دي اللي فوق الكلافيكل وجاست تحتيها بمنطقه الشولدر. الفيسرال لاير بقى يا جماعه دي اقرب نيرف ليها من بتوع الهارت. فالفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم زيها زي الهارت سبلاي بالاوتونوميك نيرفس سيستم. وانت عارف الاوتونوميك نيرفس سيستم انسنسيتيف تو بين، بس سنسيتيف لمين؟ للاسكيميا. فلو في اسكيميك هارت ديزيز واسكيميا حصلت في عضله القلب، اللي بيحس بالاسكيميا دي الابيكارديوم اللي فوقيها على طول، والوجع يسمع along الاوتونوميك نيرف سبلاي اوف ذا هارت. اوكي، يا ترى بقى ايه الفانكشن؟ ليه يا ربنا عملت البريكارديوم دون؟ طبعا فايبرس بريكارديوم دون يتلخص في كلمه واحده بس، بروتكشن. ليه يا ربنا عامل فايبرس تيشو جامد قوي وقوي كده حوالين الهارت؟ عشان يحمي الهارت طبعا، ويحمي الهارت من ان هو يحصل له اوفر ديستنشن. عشان كده الفايبرس بريكارديوم ده جامد، مش الاستيك، ان الاستيك. عشان ان الاستيك لو الهارت قل عقله وهيحصل له اوفر ديستنشن، لا ده البريكارديوم ضغط عليه ويمنع الديستنشن ده. زائد الفايبرس بريكارديوم يا جماعه احنا اتاتشد للروت اوف ذا لارج بلاد فيسلز، السوبيرو فينا كيفا والسندنج اورتا بالمونري ترانك البالمونري فينز الترمينيشن اوف انفيرو فينا كيفا. طبعا يا جماعه الاتاتشمنت دون لللارج بلاد فيسلز خلى البلاد فيسلز دي طول عمرها مفتوحه، لان مشدود عليها من بره بالفايبرس بريكارديوم ويمنع الكولابس بتاعها. طبعا السيروس بريكارديوم دي بقى الفانكشن بتاعته ايه؟ ده طبقتين نايلون ما بينهم فلويد عشان يلين الحركه ويسمع حركه القلب بانها تتحرك سموثلي، يعمل ريلاكسيشن دايستول ويعمل كونتراكشن سيستول براحته يتحرك جوه. زائد زي اتفقنا ان الاوبليك ساينس اوف ذا بيريكارديوم ربنا عامله ليه ما بين الليفت اتريوم قدام، والجماعه اللي ورا دول اورتا واسوفيجاس، عشان يسمح للجماعه دول كلهم، يسمح للليفت اتريوم ان يحصل له ديستنشن اثناء الفيلينج اوف ذا هارت، ويسمح لل اورتا ان يحصل له بلسيشن وديستنشن زي ما هو عايز، ويسمح للاسوفجس ان هو يتمدد اثناء البلع اثناء السوالوينج. ابلايد اناتومي، طبعا التهاب يا جماعه في البريكارديوم ده اسمه بيريكارديتس، واتفقنا البيريكارديتس دون ده جاي في حته في الفايبرس بريكارديوم والبرايتال لاير، تحس على طول بوجع شيست بين، واتفقنا ممكن يسمع في المناطق اللي احنا اتفقنا عليها. زائد لو انت جبت سماعه تحطها هنا، طبعا انت تسمع اي حاجه بالسماعه دي اسمها اوسكالتيشن. حط السماعه كده هتسمع ايه؟ طبعا البريكارديوم الطبيعي بقول لك نايلون النورمال نايلون ناعم خالص، فلو حطيت السماعه بتسمع النايلون ده وهو بيحك في بعضه فيسرال لير وبرايتال لير ولا لا؟ طبعا لا، الاثنين ناعمين خالص ما لهمش لا حس ولا خبر. لكن
لو في بريكارديتس بيحصل خشونة في الفيسرال لاير والبرايتال لاير، وتحط السماعة تسمع الخشونة دي بقى وهما بيحكوا في بعض. عارف الصوت ده شبه ايه؟ زي ما يكون جبت ورقتين صنفرة خشرين وبتعملهم كده. الصوت البايخ ده اللي هو ده اسمه بيريكارديال الرب. البيريكارديوم يا جماعه، السيروس بيريكارديوم ده المفروض كيس اتفقنا ما فيهوش غير كابيلاري فلويد. كابيلاري فلويد سين لاير اوف فلويد عشان تلين الحركه ما بين الفيسرال لاير والبرايتال لاير. ايه رايك بقى لو لقيت ما بين البرايتال لاير والفيسرال لاير؟ ايه ده؟ ايه الفلويد الكتير اللي جوه ده؟ الفلويد ده قد يكون كلير سيروس فلويد، او قد يكون في حالات الانفكشن والعدوى بص مده، والكونديشن دي يتقال عليها بيريكارديال افيوجن. فالبيريكارديال افيوجن ده وجود كميه فلويد جروسلي واضحه قوي بالمنظر ده هو ما بين الفيسر والبرايتال لاير. احمد ربنا انها فلويد. اللي وقع الطين بقى واحد خد خبطه في قلبه، تروما او انفاركشن، حته ماتت في عضله القلب، او بيعملوا عمليه جوه البريكارديا وبعد العمليه خر دم جوه البريكارديا، نزيف حصل بعد العمليه. فطبعا كده هيتحوش بقى ما بين الفيسرال لير ما بين الفيسرال والبرايتال لير اوف ذا بريكارديا مين؟ دم. لو الفلويد ده بقى دم، دي حاجه خطيره جدا اسمها هيمو. هيمو يعني بلاد بيريكارديوم. الهيمو بيريكارديوم دي ممكن تموتك في السريع. ليه بقى؟ لو في نزيف جوه البيريكارديوم، كميه البلاد قاعده بتزيد 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 بتزيد. احنا اتفقنا الفايبرس بيريكارديوم اللي بره ان الاستيك، مش زي البالونه هيتمدد. فالفايبرس بيريكارديوم ده ناشف وما بيسمحش بالديستنشن، وجوه الدم قاعد بيزيد 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 بيزيد. الدم ده هيضغط على مين؟ على القلب. والضغط على القلب دي يعني كاردياك كومبريشن، دي اسمها كاردياك تامبونات. الكاردياك تامبونات دون الكاردياك تامبونات ده يا جماعه في كومبريشن الهارت، وما دام في كومبريشن الهارت يبقى الهارت هيعرف يعمل ريلاكسيشن عشان يملى دم، مفيش كاردياك فيلينج هيحصل. طب ما دام بقى مفيش كاردياك فيلينج على الناحيه اليمين، هل هيحصل كاردياك اوت بوت على الناحيه الشمال؟ القلب مش هيطلع حاجه على الناحيه الشمال. فلا في فينوس ريتيرن عارف يملى القلب من الناحيه اليمين، ولا في كاردياك اوت بوت هيعرف يطلع من الناحيه الشمال، ودي تموتك في السريع. الحل الوحيد بتاعها يا دكتور ان انت تكون دكتور متميز تشخصها فيري ايرلي. واحده يا جماعه حصلت له تروما للهارت، طبعا لو انا مش هعمل انفستيجيشن يعني بقى الترا ساوند وحاجات زي كده، بنكشف على الهارت دون يا جماعه بان انا بخبط عليه كده اهو. طبعا التخبيط ده اسمه بيركاشن. المفروض بقى لو انت بتخبط على صدري كده بتخبط على اللنج، اللنج دي مليانه هواء. اما تخبط على هواء هتلاقي الصوت بيطرقع منك، اسمها ريزونانس لنج. طبعا احنا عارفين بقى واحنا بنخبط في مناطق معينه هبص ليها ضل، ريزونانت ريزونانت ضل، ريزونانت ريزونانت ضل. مين الضلنس اللي هنا ده يا جماعه؟ ده الحجم الطبيعي تبع السيرفس اناتومي الطبيعي بتاع الهارت. الراجل ده بقى يا جماعه هتلاقي الضلنس اوف ذا هارت طبيعي؟ لا طبعا. الضلنس اوف ذا هارت يا جماعه تبص تلاقيه كبر، في دالنس اوتسايد ذا هارت. اول ما الاقي ان الكاردياك دالنس يعني حجم المكان بتاع القلب كبير، هشك ان في فلويد حوالين الهارت. الحقوني بقى بمين؟ بالسماعه. نورمالي انت بتحط سماعه هوا بتسمع ضربات القلب بوضوح جامد جدا. اما تحط بقى السماعه دلوقتي وانت بتحس بتسمع ضربات القلب من خلال ميه او دم، هيكون نفس صوت القلب؟ هتحس ان انت بتحس ضربات القلب دي ديستال هارت ساوند. الهارت ساوند كأن بتسمعه من اعماق صحيقه.
فضلنس اوتسايد ذا هارت، يعني الشادو بتاع الهارت كبر بالفلو الدواء اللي حواليه، وحطيت السماعه سامع الهارت ساوند بعيده قوي، دي كاركترستيك ان في فلويد حوالين الهارت سواء كان بريكارديال افيوجن او هيموبريكارديوم. الهيموبريكارديوم ده بقى على طول حل الوحيد بسرعه، دكتور خبير بقى كده متمكن يروح جايب لي على طول وايد بور نيدل متصله بسرنجه كبيره ويخش في الزاويه دي. ايه الزاويه دي بقى؟ على الناحيه الشمال ولا اليمين؟ الشمال، ما بين الزيف استيرنال جانكشن والكوستال مارجن، تروح داخل الزاويه دي يا جماعه اللي ما بين الزيف استيرنال جانكشن و الكوستال مارجن على الناحيه الشمال، دي اسمها ليفت، ليفت انفرا ستيرنال انجل، ليفت انفرا ستيرنال انجل. وتخش بقى بالنيدل بتاعتك متوجها لايه؟ متوجها بوسترو سوبيرورلي في العمق والفوق، وانا داخل بقى في اتجاه الليفت شولدر، على فكره كانك كده بتشاور على الليفت شولدر في العمق والفوق، بتشاور على الليفت شولدر وانت بتدخل قاعد بتشفط. حاول لو تلاقي دم طلع، احنا في البريكارديوم، وبتدي شفط 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 الدم لحد ما نخلص الدم ده هو خالص، وتريليف الكاردياك كومبريشن. ولو الحكايه دي رجعت تاني ده محتاج بقى العمليه عشان اوقف النزيف اللي جوه وانقذ حياه العيان. ده التكنيك اللي بيعملوه بتوع الكارديو سيرجري. لو واحد بقى بتاع اناتومي انا وانت بالعقل كده، هو نعملها فين؟ لو واحد يعني غشين كده جي بي وبتاع مثلا اناتومي، او يعني جنرال براكتيشن بقى مش بتاع كارديو ثوراكس سيرجري بقى وعنايه مركزه وكده، هو يقول لك يا عم العب في الامان. ايه بقى العب في الامان؟ النيدل بتاعتك دي تخش بيها هنا اهو، تخش بيها هنا اهو فين؟ في الفيفس او في السكس انتركوستال سبيس. ليه في الليفت فيفس او سكس انتركوستال سبيس؟ دي المنطقه يا جماعه اللي بيقولوا عليها البير اريا اوف ذا بريكارديوم، عشان والنيدل داخله ما تخرمش لا بلورا ولا تخرم لانج ولا تعمل انجري لل internal thoracic vessels. اخيرا بقى يا جماعه، لو تلاحظوا انا طولت قوي في شرح الترانسفير ساينس اوف ذا هارت. هتقول الدكتور وهدان ده طبعا المنظر وانت داخل بقى في نمره 5 او 6 انتركوستال سبيس عشان تبقى في البير اريا اوف ذا بريكارديوم وما عملش انجري للبلورا واللنج والانترنال ثوراسيك. الدكتور وهدان وجع دماغنا قوي بالترانسفير ساينس اوف ذا بريكارديوم. ليه؟ طبعا ترانسفير ساينس اوف ذا بريكارديوم عقبال كده ان شاء الله ما تبقى جراح قلب، وانت بتعمل بقى جراحات القلب ايه رايك؟ عايز وانت بتشتغل في القلب، القلب يقعد ينبض كده هو ويقعد يلعب في ايديك؟ لا طبعا. مبدئيا انا عايز اثبت القلب. فلو احنا هنشتغل كده في القلب من بره يعني وعايزين نثبته، بيروح على طول الجراح بتاع القلب ده مدخل صباع وهو ماسك قسطره بالصباع ده، قسطره بصباع كده ونروح مدخلها من الناحيه اليمين ويروح طالع من الناحيه الشمال. يبقى احنا عدينا القسطره ورا مين؟ ورا الاورطة والبالمونيتران، ونروح مدين القسطرة دي للاسيستنت بتاعي. الاسيستنت بتاعي بقى يعني ده الاورطة كده والبالمونيتران، ورحت انا داخل بالقسطرة وراها. فبقت القسطرة اهي ورا الاورطة والبالمونيتران، ويروح الاسيستنت ماسك القسطرة دي وشددها. اما يشدها كده لفوق هيبقى ثبت لك الهارت. او لو انا بقى هفتح الهارت واخش جوه، لو انا هفتح الهارت واخش جوه، عايزين الهارت يكون في دم وفي بلس ويلعب في ايديك كده؟ لا طبعا. انا عايز اوقف القلب. عايز توقف القلب يبقى توقف لي بقى السيركوليشن. توقف السيركوليشن بسيرجيكال كلامب. السيرجيكال كلامب ده اهو كده. جفت. ليه تو بليدز. واروح ماسك الاورطه والانفيو فينا كيبا، اروح داخل وراهم بوان بليد ده.
واروح قافل بالبليد اللي قدام عشان اروح سادد البلمونري ترانك والاورطة، فوقف السيركوليشن في العيان ده. هو يا نهار اسود، موت العيان يا فالح؟ لا، قبل اكيد ما اعمل الحركة دي بكون بحول السيركوليشن بتاعت العيان على حاجة اسمها هارت لانج ماشين. الهارت لانج ماشين دي هي اللي بتكون عاملة السيركوليشن في جسم البني ادم ده طول ما احنا بنعمل عملية. بعد ما العملية ده هي خلصت اكيد بنفصل الماشين ونرجع القلب تاني، نرجع له الدم ونرجع له الشغل بتاعه ويرجع يشتغل طبيعي جدا جدا جدا. ولو وقف مش مشكلة، بنديله صعقة كهربائية بيشتغل تاني. اوكي، فده في حالات الاوبن سيرجري. يهمك او الترانسفير ساينس ده تعدي في كاستر وتشد وتثبت الهارت، او تحط كلامب فيه عشان نسد الايه السيركوليشن ونوقف السيركوليشن مؤقتا على ما نخلص العملية بتاعتنا في القلب. ويبقى ده يا جماعة كده هو انهينا الهارت، وان شاء الله بقى كده هو هنزله لكم يوم وقفة العيد عشان يبقى العيدية بتاعتي ليكم كده هو ونفرحكم ان احنا خلصنا الهارت. ولو في صورة كانت اللانج هارت ماشين والتكنيك ده هبقى اجيبها لكم النت، لان انا عندي النت قطع بقى لها تقريبا يومين ثلاثة حاجة زي كده هو. فان شاء الله لما ترجع النت اقدر اجيب لكم، لو حولت لكم كده صورة هبقى احطها لكم عشان تتخيلوا الحكايه دي بتحصل ازاي. ثانك يو فور جود ليسننج وجود لك، وان شاء الله بقى كده هون في العيد اوضب لكم باذن الله اللارج فيسلز اوف ذا هارت ونبتدي نسجلها بعد العيد باذن الله. جود لك وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل كده هو رمضان متقبل منكم ويجعله ان شاء الله رمضان الذي لا تشقوا بعده ابدا باذن الله، واحنا واياكم باذن الله، وما تنسوناش من صالح دعائكم. جود لك.